بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل اكزامبل بقى بعد ما جهزنا كل حاجة، بس محتاجين بقى عشان نعمل اكزامبلز متكاملة يكون فيها العمليات الأساسية. فهعمل أول اكزامبل موجود عندي إن شاء الله، أعمل فيه ثلاث فانكشنز أساسيين، ثلاثة فانكشنز أساسيين عشان أبدأ أستغلهم في الأمثلة اللي جاية وفي التفاصيل اللي جاية. أول واحد اللي هو كونكت تو ماي اس كيو ال، دي فانكشن بتكونكت خلاص الداتابيز اللي أنا شغال عليه. الفانكشن الثانية هي بتقول لي الكونكشن دلوقتي ستيتس ايه، هل هو كونكتد ولا ديسكونكتد، يعني انا عامل كونكشن ولا مفيش كونكشن. كونكتد تو ماي اس كيو دي بتريتريف ليا يعني ترو اور فولس عشان تقول لي بس هو في كونكشن ولا مفيش كونكشن. الفانكشن الاخيره اللي هي ديسكونكت، ان انا اقفل كلوز للايه الكونكشن بتاع الماي اس كيو، كلوز الماي اس كيو كونكشن طبعا، كلوز ماي اس كيو كونكشن. يبقى انا عندي افتح كونكشن، اقفل الكونكشن، الكونكشن حالته ايه. خلاص دول الثلاثه ايه فانكشنز اللي انا عاملهم عشان ابدا استغلهم في الاكزامبلز اللي فاتت. كل اللي انا عايزه من الكود اللي كان موجود عملناه قبل كده عشان ما نقعدش نعيد الكلام هو بس الكلاس والكونكشن. فهروح واخدتهم السطرين دول كابي في الكونكشن تو ماي اس كيو ال بيست، قال لي هنادي على الدرايفر مانجر، قلت له ماشي، اللي هو كلاس الود الكلاس وبعد كده الدرايفر مانجر يجيت الكونكشن، حتى الفاريبل اللي اسمه كونكت مش عايزه خلاص. وما عايز ايه، انا عايز بس على طول ان انا اعرف الفاريبل بتاع الكونكشن ده بره عشان هستغله في كذا مكان. فقلت له var con وده سميه كونكشن عن استفهام عشان ده ممكن يجي نل، لان في حالات ممكن يكون بيساوي نل لسه ما فيش كونكشن. فطبعا قلت انتر كده على طول عشان يعمل امبورت ل اس كيو ال java.sql.a.connection بيساوي نل، ده الانيشاليزيشن بتاعته. الفاريبل ده هيبدا عشان ممكن استغله في حاجات كتير. فهنا بقى كون بيساوي درايفر مانجر بيك كونكشن، فبيك كونكشن اجيب كونكشن واحطه جوه الكون ده خلاص، ويصبح بقى الكون ده كونكشن اقدر استغله فيه فانكشنز ثانيه كتير. عملت كده جلوبال في الشغل بتاعي. كونكتد تو ماي اس كيو ال هقول له والله بص في حاجه اسمها كون اللي هو كان فوق، الفاريبل كان فوق. طبعا خد بالكم الكود اللي جاي ده ممكن المفروض ممكن يحصل فيه ايرورز كتير، المفروض يبقى متقفل كله تراك كاتش، بس انا عشان ابسط واركز على الفكره ذات نفسها فعشان كده هكتب على طول الكود ذات نفسه الاصلي، كنت المفروض تقفل كل دوت بايه بالهاندلنج اكسبشنز بتاعي. فقلت ريتيرن كون، طبعا عملتين تعجب لان وارد يجي نل از ايه از كلوزد، فلو هو از كلوزد هيريتيرن ايه، هيريتيرن ترو. لا انا عايز العكس، لو هو مقفول يبقى معناها كونكتد صح. فما عمل عملت ايه، علامه استفهام اللي هي نوت، بقى نوت كونكشن از كلوزد، وكده بتريتريف بوليان ده الاوتبوت بتاع الفانكشن دي. فلو كان is closed هترجع هيبقى ايه، هيبقى connected، هيبقى false. لو كانت غير كده هتبقى connected true، وبالتالي دي اقدر اعرف هو الكونكشن مفتوح ولا لا. ليه هستغله في مثلا في فانكشن زي بتاعه الكلوز، قبل ما اعمل كلوز اتاكد ان هو مفتوح، ان هو مفتوح اصلا. فلو if connected to my sql اللي هي الفانكشن اللي فوق، لو هو connected هتعمل ايه، قلت له بس اعمل كلوز بحيث لو كان مش كونكتد خلاص يبقى انا وليت على الكلوز بقت سيف. يعني بكده اكون جهزت الثلاثه فانكشنز بتوعي خلاص، اللي هو كونكت تو ماي اس كيو ال اللي هي بتعمل كونكشن وبتحمل الفاريبل بتاع الكون ده جواه، وان انا كلوز الكونكشن بتاع ماي سيكوال، وان انا اتاكد ان هو عامل ايه، ان هو كونكتد للماي سيكوال ولا لا. يبقى دول الثلاثه الثري فانكشنز اللي احنا عملناهم واللي احنا ان شاء الله هنستغلهم في الاكزامبلز ايه اللي جايه باذن الرحمن.